السلام عليكم ورحمه الله. بعدا كنشكركم من هذا المنبر على المجهودات ديالكم. المهم اش غنقول لك بالنسبه للاقبال، هو عادي عادي، اقبال عادي، والناس كتقدى الفاكهه وداكشي. هو الاقبال ماشي بحال الاعوام اللي فاتت، وانما في ظل هذه الجائحه الناس ما كتخرجش بزاف غير القضاء الحوائج الضروريه ديالها وصافي. وكنتمنوا من الله عز وجل يرفع لنا هذا البلاء ودوز الامور على احسن ما يرام. وكنشكروا السلطات على المجهودات ديالها وعلى وكافه المسؤولين. بالنسبه للسلع تبارك الله متوفره بكثره، وبالنسبه الاثمنه جد مناسبه في ظل هذه الجائحه. يعني ما كاينش اقبال كثير، اقبال متوسط ضعيف كاع، والسلعه موجوده والاثمنه تقريبا كلها منخفضه، ما كاينش شي اثمنه كاع اللي طالعه ولا شي حاجه. والحمد لله على كل حال. الحمد لله مع هذا الاخا، مع هذا المشكل ديال الكورونا هذه، راه شويه القضيه ناقصه شويه، مع بنادم خايف بزاف، وكاين اللي كيخرج كاين اللي ما كيخرجش. وبالنسبه للاثمنه راه باقيين هما كاين الحاجه كاع اللي تنقصت كاع في الثمن، والحمد لله نقصات نقص بنادم بزاف، ماشي بحال الايامات العاديه. كاين اللي كاع ما كيتقدى كاع، كاين اللي ما كيجيش كاع، يعني كاين كاع الكليان كنعرفوهم، الكليان ديالنا كيجيو عندنا ديما وما جاوش عندنا في هذه الحاله ديال الجائحه. مالف الحمد لله كاين اللي قبل هذا العام القاضي نطلب الله السلامه مع هذه الامراض وهذا الشيء، كلشي الناس هربانه. احنا دابا السلعه خديناها ولكن القضيه عيانه، ونطلب الله يحفظنا يحفظكم من هذا الوباء. الثمن مناسب كيما الفت، الثمن ما تزاد ما والو، الحمد لله الخير موجود، ولكن القضيه ناقصه شويه. نطلب الله يبارك لنا ولكم جميع المسلمين، الله يرفع هذا الوباء، والحمد لله هذا من فضل ربي سبحانه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.